كشفت شركة بولارويد عن كاميرا ذكية للتصوير الفوري تعمل بنظام أندرويد وتدعم مشاركة الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو طباعتها مباشرة من خلال الكاميرا نفسها على غرار كاميرات التصوير الفوري القديمة. الكاميرا تحمل اسم بولارويد سوشيال ماتيك وتقدم حساساً بدقة 14 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل وتحمل شاشة بقياس 4.5 إنشات. وبفضل دعمها لنظام أندرويد يمكن للمستخدم تثبيت تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والإنستغرام ومشاركة الصور التي يقوم بالتقاطها مباشرة. كما تدعم الكاميرا الميزات الأخرى التي يقدمها أندرويد مثل إمكانية تصفح الويب واستخدام التطبيقات المتنوعة. وبفضل امتلاكها لاتصال لاسلكي يمكن رفع الصور منها إلى الشبكات الاجتماعية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني مباشرة. تمتلك الكاميرا 4 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية مع إمكانية زيادتها إلى 32 جيجا بايت عبر بطاقة مايكرو اس دي. كما تحتوي على طابعة مدمجة بداخلها لطباعة الصور بقياس 2x3 ويمكن شراء الورق الخاص بها بسعر $15 لحزمة تتألف من 50 ورقة.